السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة تانية عددي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان على تيست تاني، الوحدة رقم 10، تمام؟ وامتحان الازهر برضو، وامتحان على التلات او الاربع وحدات اللي فاتوا. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة كده الليسن، هنحل الليسن من غير ما نقراه. احنا قريناه قبل كده عن المصريين القدماء ولبسهم، فسهل جدا ان احنا نحله. اول حاجه هنا بيقول لي ايه؟ ريتش بيبل، الناس الاغنياء بقى كانوا بيلبسوا ايه؟ وور اكسبنسيف ليزر، ايه؟ كانوا بيلبسوا حاجه مصنوعه من الجلد وغاليه، هتبقى طبعا ساندلز. they both wear loose white not clothes، كانوا بيلبسوا ملابس مصنوعه من الايه؟ طبعا اللينن اللي هو الكتان. ancient Egyptians didn't wear shoes، ما كانوش بيلبسوا shoes. in ancient Egypt not wear similar clothes، مين كان بيلبس شبه بعض؟ men and women، السيدات والرجال. هنحل بقى المحادثة المهمة عندنا. بيقول لي تؤى is buying a skirt at a clothes shop، تؤى بتشتري جيبة من محل ملابس. بتقول hi how can I help you، اساعدك ازاي؟ لا hi I'm looking for a skirt. how do you like your skirt long or short، قالت لها تحب الجيب بتاعتك هتبقى ايه، طويلة ولا قصيرة؟ طبعا براحتك انت ممكن تكتب اللي انت عايزه. فهي ممكن تقول I like it short، تمام. طيب سألتها سؤال، قالت لها I would like it black، هتقول لها طبعا what color، ايه هو اللون؟ طبعا مصغرة خطي عشان بس المكان. what color would you like، هنا قلت لها what do you think of this one، ايه رايك في دي؟ قلت لها I will take it، هاخدها يبقى حلوه. هتقول لها great او it's مثلا nice. سالتها سؤال، قلت لها it's 175 pounds، قلت لها ب 175 جنيه، يبقى how much is it. وفي الاخر بقى هتقول لها ايه 125، فهتقول لها thanks، شكرا. here you are، بس كده. طيب نقرا بقى هنا ونحل. بيقول لي هنا ايه؟ ساره likes clothes very much، ساره بتحب اللبس جدا. she always goes shopping for new fashionable clothes، هي دايما بتتسوق للملابس الايه الجديده، الفاشن اللي على الموضه. she likes colorful comfortable clothes، بتحب الملابس المريحه الملونه. she likes to feel relaxed in her clothes، بتحب تبقى تحس ان هي مرتاحه في لبسها. her favorite colors are orange and yellow، الوانها المفضله الاصفر والبرتقاني. she likes wearing a headscarf which matches the clothes she wears، وبتحب تلبس الحجاب او غطاء للراس كده يمشي مع اللي هي لابساه، الوان اللبس اللي هي لابساه، تمام. طيب بعد كده بقى بيقول ايه؟ قطع سهله جدا وجميله. Sarah doesn't like traditional clothes، ما بتحبش الملابس الايه التقليديه. she thinks they are something from the past، بتقول انهم بتحس ان هي كده ايه فيهم حاجه من الماضي. her handbag is always the same color of her blouse، بتقول ان شنطتها دايما بتبقى نفس لون البلوزه بتاعتها. she always wears sunglasses even in winter، بتقول بتلبس نظاره معاد الشتاء. her friends think that Sarah is so smart، اصحابها بيقول عليها ان هي سمارت انيقه. sometimes they ask her for from where she buys her cool clothes but she never tells them، بيقول ان دايما اصحابها بيسالوها جايبه اللبس ده منين وهي ابدا مش بتقول لهم. طيب what is the main idea of the passage، الفكره الرئيسيه في الموضوع. احنا بقى عمالين نتكلم على ساره، فممكن نكتب مثلا ساره likes، بتحب الكلوز او ذا كلوز، اهي بتحب الايه الملابس. طيب زي دي راجع على ايه؟ احنا قلنا زي راجع على التراديشنال كلوز، يبقى it refers to the traditional clothes، دي سي ال، تمام، ما تفتكرهاش دي. Why do you think Sarah's friends ask her about the shops where she goes shopping؟ بيقول في رأيك كده تعتقد هما بيسألوا سارة ليه، أصحابها بيسألوها ليه عن المحلات اللي هي جايب منها اللبس؟ هنقول إنها أنيقة. I think
because she is so smart. تمام. طيب بيقول لك the opposite of fashionable، عكس كلمة fashionable على الموضة هتبقى traditional، حاجة تقليدية. Sarah likes not clothes، بتحب الملابس الايه؟ طبعا الفاشنبل. Sarah's friends think she is، بيقولوا عليها ان هي ايه؟ طبعا smart. تعالوا بقى نختار، بيقول لي هنا ايه؟ most people not things they need online، كل الناس بتشتري الحاجات اللي هم عايزينها من على النت، هتبقى buy things. I like not clothes، بحب الملابس الايه؟ ده على ترتيب الصفات، قلنا بنرمي في الاخر المادة الخام، يبقى عندي هنا لينن وهنا الكتان. طب هيبقى white loose linen ولا loose white linen؟ طبعا هتبقى دي. تمام. طيب he borrowed my trainers because we are the same، بيقول لي هو استلف مني الجزمة بتاعتي عشان احنا ايه؟ the same size، نفس الحجم. طيب بيقول the bag is black but this a this one، لان هو بيتكلم على حاجة مفردة. farmers use not to protect their crops from insects، الفلاحين بيستخدموا ايه عشان يحموا المحاصيل بتاعتهم من الحشرات؟ هتبقى طبعا chemicals، المواد الكيميائية. Egypt is not for growing crops to make materials، مصر مشهورة بي، يبقى famous for. these sandals are not a lot of money، هتبقى cost a lot of money، بيكلف فلوس كتير. Women's jewelry is made of gold، مجوهرات الستات مصنوعة من الذهب. Shirts are made of Egyptian cotton، الله shirts جامع، فهتبقى these. طيب this is my school، دي مدرستي، مش عارفة ايه. I have to wear it every school day، لازم ألبسهم كل يوم، يبقى school uniform. تمام. نصحح بقى، I have black short، لا ما كانش احمد، يبقى الحاج احمد، اعكس على طول، فهتبقى short black. تمام. طيب these rings are silver but this ones، هنا بقى large beautiful، لا هتبقى beautiful large. تمام. ناخد ايه بس ما بينهم كومة، this is حليناها دي. what's this over there، لا that، لان هو هنا كاتب is مفرد. هنا بقى عايزك تكتب باراجراف عن الملابس في مصر القديمة، وده هتلاقيه في اخر الكتاب. نحل بقى امتحان الازهر، بيقول هنا ايه؟ what things are in your room، ايه الحاجات الموجودة في غرفتك؟ هتقول مثلا I have a cupboard and a bed، سرير مثلا ايه، ودولاب، اللي انت عايزه اكتبه. سألته سؤال، قال لها I prefer to wear jeans and trainers، قال لها انا بفضل البس جينز وكوتش، يبقى هتقول له what do you prefer to wear. تمام. دي اف. هنا برضو عايزك تكتب عن الملابس بس خمس جمل بس. طيب تعالوا بقى هنا نحل، بيقول لي she is looking for a loose jacket for a special occasion، مناسبة خاصة. my sister loves not accessories، هتبقى comfortable colorful ولا not comfortable or colorful ولا colorful comfortable ولا very colorful comfortable. طبعا colorful comfortable. تمام. اهي الحاجة الملونة المريحة. poor people are the same as، بيقول لي الناس الفقيرة are the same as the poor. تمام. نفس الناس الفقيرة هي the poor، هم الفقراء. tool is made of iron، بيقول لي tool مفرد، فهتبقى this. I always get not early، get dressed، بلبس بدري. تعالوا بقى نحل على الاربع وحدات اللي احنا شرحناهم مع بعض، اللي هي 7 و 8 و 9 و 10. بيقول لي هنا ايه؟ is a piece of furniture for keeping clothes in، قطعة من الاساس بنحط فيها الملابس، هتبقى طبعا ايه؟ chest of drawers. my sister likes playing musical، musical ايه؟ instruments، بتحب تعزف على الالات الموسيقية. not is a small amount of food eaten between meals، بيقول لك كمية من الطعام صغيرة بتتاكل بين الوجبات، فهتبقى السناك. تمام. my father bought a note jacket، اشترى جاكيت ايه؟ طيب انا ما عنديش هنا مادة خام، يبقى ارمي اللون، فين اللون يا مس في الاخر؟ اهو، يبقى pretty heavy black. he is able to tree. تمام. طيب عندنا هنا بيقول it took her 3 days to be able to knot this dress to sew، عشان تغطي الفستان. he dropped his mobile not it was broken، بيقول هي رمت الفستان، الفستان ايه؟ التليفون. unfortunately، لسوء الحظ انه
اتكسر يعني. social media is very useful but it has not to. عندها useful A لكن برضو عندها A dangers. تمام مخاطر. if you not on TV for 3 hours you should have a rest. لو انت بقى بتستخدم التلفزيون 3 ساعات لازم ترتاح. if you are on TV. تمام. طيب there is not chocolate in the cake. الله الشوكولاتة هتبقى فيه ولا ميني ولا اني ولا لطف هتبقى لطف الشوكولات. تمام بس كده. ان شاء الله بقى بكرة بإذن الرحمن ناخد اول درسين في الوحدة رقم 11 ان شاء الله. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. يا سنة تانية اعدادي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.